السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي متابعي قناة حسن رضوان للشروحات. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض إزاي أقدر حول مجموعة من الصور إلى ملف PDF. في المشروعات البحثية ممكن الناس اللي ما عندهاش إمكانيات إنها تكتب على كمبيوتر وتحول ملف الوورد إلى PDF، ممكن تستخدم قالب الوزارة إنها تكتب بخط اليد عليها وتصور الورق ده بالموبايل، وبعد كده ممكن تحول مجموعة الصور دي إلى ملف PDF عشان يسهل رفعه إلى منصة إدمودو. بشكل عام هنتكلم عن إزاي تحول مجموعة من الصور إلى ملف PDF بمنتهى السهولة. يعني أنا عندي مجموعة من الصور زي اللي احنا شايفينها دي. في البداية لازم ناخد بالنا من ترتيب الصور دي، بمعنى أشوف الصورة اللي محتاج إنها تكون رقم واحد في ملف PDF والصورة اللي محتاج تكون رقم اتنين، وأبدأ أعمل ترتيب للصور دي، لأني الصورة رقم واحد هي هتكون الصفحة الأولى والصورة رقم اتنين هي تكون الصفحة الثانية وهكذا. بعد كده بعمل تظليل لكل الصور دي، مش هتفرق أبدا عدد الصور دي، هنعمل تحديد للصور كلها، ثم بزر الماوس الأيمن على أي من هذه الصور واختار كليك يمين ثم اختار طباعة، هيظهر معايا المربع الحواري ده اللي فيه انا هختار بعض التفضيلات. هل انا عايز الصورة تكون في صفحة كاملة، ولا عايز كل صورتين يكونوا في صفحة، ولا يعني التفضيلات اللي انا محتاجها. زي ما احنا شايفين دي خيارات لعدد الصور في الصفحات، فطبعا انا هختار ان تكون كل صورة في صفحة واحدة من صفحات مستند PDF. هنا هشيل الخيار ده اللي هو احتواء الصورة ضمن الإطار، هشيلها وهضغط على طباعة، فهيسألني عن مكان الحفظ واسم المستند هيكون اسمه ايه، فهضغط على طباعة فهيظهر مربع الحواري ده اللي فيه هكتب اسم المستند، فهكتب مثلا بحث عن التكنولوجيا واختار مكان الحفظ وليكن مثلا على سطح المكتب، ثم هضغط حفظ. فيتم اخراج الصور دي في ملف PDF زي ما نشوف دلوقتي. فعلى سطح المكتب او في المكان اللي انا اخترته للحفظ الاقي ملف PDF بنفس الاسم بحث عن التكنولوجيا، هفتح الملف ده هلاقي البحث بتاعي او مجموعة الصور اصبحت في ملف واحد PDF زي ما احنا شايفين دلوقتي، وبكده اقدر ارفع الملف ده على منصة إدمودو أو استخدمه في أي مجال. الموضوع سهل جدا وبسيط. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.